شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. سلاد أول إن وان مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة، ومع فرات نوقفها بكبسة زر. بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد أول إن وان مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. لكل الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر او الرقبه، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار وماده الالونتوين. ريفلكس كريم كفيل باعاده ترميم الخلايا الغضروفيه، تنشيطها وتجديدها. ماده الالاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكه ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحه بالمفصل، وما نعود نحس باوجاع عند الحركه. ولكل يلي بيمارسوا رياضه وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قويه، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفيه والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. ما لكم الا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. قد ايه بنتعذب تنلاقي المخده يلي بتريحنا، واوقات بالسفر بنضطر ناخذ مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع البلو ما بقى نعطي الهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتس، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو، مغلفة بقماش بيتنفس لنوم منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما إنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55.
من نحنا وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبوا لنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 40 دولار بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحنا وجمعين الأولاد حولنا وعم نلعبهم. حتى بالبيرديز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بتكون بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وبتكبسوا زر الأون للدور. تمسكوا حيال لاستيك بإيدكم وبتصيروا تبرموها ليلف السكر عليها وهيك بيصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بتكون يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بتكون. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على هالماشين ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري. إجمالا مشكلة الوزن إلى حل. بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت طول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الربر فيكن تحطوها بالشوز من جوا وهي كفيلة بأنه تضلكن طولكن لحدود 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الربر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت طول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، هيك فيكن تلبسوا حيالا شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت طول جوات الشوز وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكن وما تسببلكن انزعاج. سمارت طول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع أو حساسية وبتضاين لفترة طويلة. ب$20 بس فيكن تحصلوا على سمارت طول والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.